السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه لم تجب عليه الزكاة طيلة حياته، لأنه لم يجتمع عنده مال قط، فكلما جاء شيء أنفقه في سبيل الله، لم يجتمع عنده نصاب للصدقة. وكان يقول: بعض الناس يرون المال كما يرون التراب، أي أنه يرى هذا المال وسيلة لا أكثر، وكانت غايته هي رضا الله عز وجل وأن يدخر ذلك لأخرى. ومع ذلك حفظ الله عز وجل أولاده وأغناهم سبحانه وتعالى من فضله. صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس ولد وكان منذ طفولته مريضا، حتى أنه لم يجب عليه صيام رمضان بسبب ما به من علل، ومع ذلك حرر.